ترد كبير يعيشه قطاع السياحة في النجف كانعكاس مباشر للأوضاع الأمنية التي يعيشها العراق والتي أدت إلى توقف شبه تام لدخول الزوار الأجانب وخاصة الإيرانيين الذين يمثلون العمود الأساس للسياحة في النجف بحسب المعنيين، حيث انخفض عددهم من 5000 زائر يوميا إلى ما بين 400 إلى 500 زائر يوميا فقط في أحسن الأحوال، ما أدى إلى توقف أكثر من نصف الفنادق في المحافظة. بعض أصحاب الفنادق أجرها كأقسام داخلية لجامعة الكوفة، والأخرى استأجرتها دوائر حكومية ومؤسسات ثقافية وغيرها. أكثر من نصف الفنادق تشغيلها نسبة 0%، وأكثر من 25 فندق حولت إلى أقسام داخلية أجرت إلى جامعة الكوفة، أكثر من 15 فندق بيع إلى العتبة. السياحة بالنجف وبالعراق اعتمدت أكثر من 95% على الجانب الإيراني، فمتى أن دخل الإيرانيين أصبحت سياحة، ومتى أن انقطعت الإيرانيين وبالتالي أصبحنا صفر. بعض أصحاب الفنادق اتهموا الجهات الرسمية بالتقصير، ما جعل الشركات الإيرانية تتعامل مباشرة مع أصحاب الفنادق وبالتالي فرض الأسعار التي تشاء عليهم. المفروض يعني الشركة اللي هي أجنبية تخاطب الدولة، يعني ليش دولة وهي دولة؟ ليش يخاطب أبو الفندق وأني أصير تحت الاضطهاد وتحت ألبيلهم ما يريدون وأني مستضعفة؟ لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة النجف أشارت إلى تأثير الوضع الأمني على واقع السياحة، وتحدثت عن سعيها للبحث عن بدائل لإخراج السياحة من طابعها الأحادي الديني وفتح آفاق جديدة في حال ساهمت بقية الوزارات المعنية في البنى التحتية. من ضمن خطة مجلس المحافظة يعني لجنة السياحة والآثار بأن نوسع السياحة من السياحة الدينية إلى السياحة الترفيهية والدينية، وهذا يعني لمسناه من خلال دخول العلويين. عندنا نهر الفرات، كورنيش نهر الفرات، أيضا عندنا بحر النجف غني بالمكانات السياحية، فهذا هم منفذ يعني السياحي آخر محتاج إلى مجرد شركات استثمارية تعيد من تطوره، تعيد من يعني مواكبته العالم، بس احنا محتاجين الوزارات تخصص اموال كامله لنعيد نشاطات الموجود، لان انا موقع تراثي اذا ما في مكان ترفيهي او سياحي او مكان يعني يكون جاذب للسواح اكيد راح يهمل. أكاديميون معنيون في الجانب السياحي تحدثوا عن إمكانية فتح الكثير من البدائل شرط تحقيق التنمية البشرية وإعداد الكوادر المطلوبة. هناك 1000 بديل وبديل لغرض أن تكون السياحة جزء من مصادر الدخل القومي في العراق، وبإمكانها تهيئة كادر حقيقي وتنمية بشرية صحيحة، وليس بطريقة شكلية بهذا الشكل أو ذاك، وإنما تعويض الفترة المنقطعة عن عدم تطوير كادر السياحة من جانب التعليم ومن جانب الإدارة ومن جانب التسويق ومن جانب أيضا الترويج لهذه الصناعة الحيوية في العراق. ويرى المعنيون أن السياحة في النجف تحتاج إلى خطط استراتيجية وإلى البحث عن بدائل تخرجها من طابعها الأحادي. راجل نصير الحرة، النجف الأشرف.